أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على تطوير أراضي الساحل الشمالي والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها. وخلال متابعته موقف المشروعات التنموية الجارية والمخطط تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي، وجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي طبقا للمخطط.